هذا وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود الإنسانية جل اهتمامها من خلال مواصلتها لتبني المبادرات التنموية التي توجت بها دبلوماسية الخير وترسخت بها مكانتها الإنسانية. وتوجت دولة الإمارات مرات عدة بالمراكز الأولى عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم، لتؤكد عزمها الدائم على مساعدة ومساندة المحتاجين. دور ريادي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في العمل الإنساني باعتباره نهجاً إماراتياً راسخاً لدعم المحتاجين والمجتمعات المتضررة في أنحاء العالم، حيث أكدت وثيقة المبادئ العشر للخمسين الجديدة لدولة الإمارات والتي أطلقت في الخامس من سبتمبر عام 2021 في بندها التاسع على أن المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً، ولا ترتبط المساعدات الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، كما أن الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات. وتأتي المشاهد الحية والوثائق المنشورة لتؤكد أهمية الدور الإماراتي في الإسهام لتعزيز العمل الخيري في عدة مجالات، منها الرعاية الطبية والتعليم والإسكان وحماية الأطفال لخلق مجتمعات أكثر شمولاً ومرونة ورفع أثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية، فضلاً عن تعزيزه لحقوق المهمشين والمحرومين ونشر الرسائل الإنسانية من خلال المبادرات الخيرية والإنسانية، منها عام الخير وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية، التي تعتبر أكبر مؤسسة إنسانية تنموية مجتمعية في المنطقة، وتستهدف أكثر من 130 مليون إنساناً في مجال نشر المعرفة وتمكين المجتمعات وابتكار المستقبل والريادة. دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تمد يدها لكل دول العالم لتقديم المساعدات الإغاثية ومواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية والطرود الغذائية والدوائية للمتضررين، وتنشئ جسوراً مرئية وغير مرئية لمساعدة المتضررين وعائلات الضحايا وتحسين ظروفهم المعيشية ومساندة الجهود المحلية والمؤسسات المعنية باحتواء الأزمة والتخفيف منها، ليصل ويتواصل الدعم الإماراتي الإنساني الخيري إلى كافة المجتمعات المتضررة حول العالم انطلاقاً من الدور الإنساني العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.